الله الرحمن الرحيم. معنا أحد أساتذة المساهمين في الملتقى العلمي الأول للنسيج، نعرف بحضرتك. أحمد جمعة عبد الله، أستاذ مساعد بمعهد بحوث وتكنولوجيا النسيج، قسم التحضيرات والتجهيزات للألياف السيروزية بالمركز القومي للبحوث. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. دور حضرتك إيه النهاردة؟ ورقة العمل هتقدمها النهاردة في المؤتمر؟ النهاردة بتكلم في ورقة العمل بتاعتي النهاردة عن دور مستخلصات اللي بتطلع من أوراق الجوافة كويست في واستخدامها في الصناعات النسجية. معروف إن أوراق الجوافة ديت ليها أكتيفيتي كتير جدا، بتشتغل أنتي بكتيريال وأنتي أوكسيدنت وليها أدوار كتيرة، بس إحنا في الوقت اللي إحنا معانا دلوقتي إحنا استخدمناها أول حاجة في إن إحنا حضرنا بيها جزيئات نانومترية من السيلفر من الفضة ومن الزنك من ورق الجوافة. استخدمنا المستخلص عشان نحضر جزيئات السيلفر النانومترية وجزيئات الزنك النانومترية، وبعد كده طبقنا الجزيئات اللي اتحضرت ديت مع المستخلص على القماش على القطن قماش القطن، وبعد كده قسنا للخواص، كان مدينا انتي بكتيريال خواص انتي بكتيريال عاليه، مدينا انتي اوكسيدنت عالي. القماش دوت ممكن يستخدم في كمضادات جراحيه، ممكن يستخدم في كذا حاجه، بالاضافه لان هو اداني كالرد ليه. فانا استخدمت المستخلص اللي هو ويست اصلا، اللي بترمي ده ويست اصلا، ورق الجوافه هو ويست، بنستخدمه في بعض المشروبات، بنستخدم اوراق الجوافه في بعض الحالات المرضيه، ده بسبب الانتي اوكسيدنت والمواد البايو اكتيف ماتيريال اللي موجوده فيه كتير، لكن في الغالب في الاخر هو ويست، هو مش الثمره نفسها، هو الويست بتاع الورق. فاحنا خدنا الورق دوت وهو اللي استخدمناه علشان نحضر منه المواد بتاعتنا، حضرنا منه السيلفر نانو بارتكل الزنك نانو بارتكل وطبقناهم على القماش، واداني للقماش الناتج اداني الترا فايلو بروتكشن عالي، اداني سيلف كليننج، اداني خواص كتير جدا. يعني نفهم من كده عشان ورق الجوافة اصلا بيستخدم في بعض الحاجات الصحية، يعني احنا بنعرف نشرب، لكن هل هو هيستخدم في ضمادات بس ولا قماش عادي؟ يعني القماش اللي بيتعمل منه، القماش اللي عالجناه بورق مستخلص ورق الجوافة اداني مقاومة للأشعة فوق البنفسجية عالية، ده كان ورق الجوافة، ودي كانت حاجة ما كناش عارفينها قبل كده. اداني الترا فايلو بروتكشن عالي، اداني مضادات للبكتيريا عاليه، اداني سيلف كليننج اللي هو متخصص اللي متعالج بالزنك اوكسايد نانو بارتكل، اداني سيلف كليننج تنظيف ذاتي، مقدره على التنظيف الذاتي ان هو ينظف القماش، ينظف نفسه بعد ما يتبقع او يحصل له يجي عليه سويل او يجي عليه اي حاجه يقدر ينظف نفسه مره تانية. فاداني خواص كتير اضافها المستخلص بتاع ورق الجوافه اضافها للقماش بتاع اللي انا معالجه. طب احنا هنستفيد ايه بالقماش ده؟ هيتعمل بيه ايه؟ بقول لحضرتك قماش ضمادات زي ما قلنا، بس ضمادات جراحية، لكن مش قماش عادي. لا قماش عادي بيحمي من الاشعه فوق البنفسجيه بتاعه الشمس. قماش عادي كنسيج عادي يتلبس. يتلبس وبيحمي من الاشعه البنفسجيه. مش احنا بنحط كريمات عشان ضد الشمس؟ الكريمات دي انا مش هحط الكريم، انا القماش نفسه ضد الشمس بيحميني من الاشعه فوق البنفسجيه اللي نازله من الشمس. يبقى في ملابس معينه ضد الشمس بتتعمل بتخرج من ورق الجوافه، ده اختراع جامد على فكره. ربنا يخلي حضرتك. طب هيتنفذ ازاي او ايه امكانيه او اليه؟ هو احنا عملنا البحث، التنفيذ بتاعه بقى دي بتبقى مع الوحده اللي عندنا في المركز، هي اللي بتبدا مرحله التسويق بتاعته عشان نشوف ايه اللي ممكن يحصل ليه، خصوصا مع الريكومنديشن اللي ممكن تتقال عندنا النهارده في المؤتمر، ممكن يجي له توظيف او يجي له حاجه، فربنا يسهل ان شاء الله. هو النهارده هيعرض والمرحله اللي جايه هيبقى فيه باذن الله كيفيه ان هو يطبق على ارض الواقع باذن الله. ميرسي جدا يا دكتور. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا جزيلا.